السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقالي كتير ما عملتش فيديوهات انبوكسن لمنتجات انا جبتها من خارج مصر او حتى جبتها من مصر، والنهاردة جايب لكم منتج جديد وهو منشار الطاولة الصغير ده. في البداية انا حابب اوضح ان انا جايب المنشار ده من موقع بانجود، وده سعره بالمصري 1282 جنيه، ومصاريف الشحن بتاعته 381 جنيه، تقريبا 1282 جنيه دول بالدولار تقريبا 82 دولار. وصلنا المنشار تقريبا في حدود 20 يوم، ودفعت عليه جمارك تقريبا 350 جنيه، يعني اجمالي سعر المنشار عليا تقريبا 2000 جنيه كاملين. هسيب لكم رابط الشراء اسفل الفيديو، والناس اللي حابه تشتريه هسيب لكم معاه كمان كوبون خصم خاص بس بالمنتج ده. ونروح على طول على فتح الكرتونة. أنا الكرتونة وصلتني بالشكل ده، طبعا بيكون بداخلها المنشار وشوية أدوات أو تولز خاصة بيه. هنشيل الفوم اللي موجود جنب المنشار ده، الفوم ده وظيفته إن هو يحميه طبعا في عملية التخزين والشحن. وبعد كده بنلاقي داخل الكرتونة زي ما وضحت المنشار بس، ومعاه شوية تولز كده في شنطة، وطبعا معاه كتيب أو ورقة بتوضح هو بيشتغل ازاي او المكونات الخاصه بيه. قطعه البلاستيك دي خاصه بالسيفت، وطبعا مفتاح التشغيل، وهنوضح اللي مكتوب على الورقه اللي موجوده فيه، وهو بقدره 480 واط. ودي قدره معقوله جدا على حجمه وعلى القطعه الخشبيه او على ارتفاع الخشب اللي هو بيقدر يتعامل معاه. دي طبعا التولز اللي جايه معاه هي عباره عن مسطره ومنقله. المنقله عشان تقدر تظبط بيها الزاويه بتاعتك زي ما هنوضح، والمسطرة عشان تظبط بيها المقاسات بتاعتك. دي صفيحة القص، وزي ما واضح امامكم قطعة بلاستيكية دي خاصة بالسيف، وانا بالحماية يعني لما بتيجي تشتغل عليها بتقدر انك تدخل القطعة الخشبية بتاعتك بالشكل ده من غير ما تكون الاسطوانة موجودة، وتقدر طبعا تركب لها سوست او استيك او كاوتش مطاطي بحيث انها ترجع تاني لما تيجي تشتغل. هنفتح الكيس ونشوف المكونات اللي جاية معاها ايه. جاي معاه سير احتياطي طبعا، لان العزم طبعا بيكون مش واصل على طول على المحرك بتاع اسطوانه القطع، ودي فحمات او زي ما بنسميها شربون خاص بالموتور، قطعتين عشان لو الموتور محتاج يغير الشربون بتاعه. وده طبعا المنقله اللي هي الصفره، والمسطره اللي هي القطعه المعدنيه دي. تركيبهم سهل جدا زي ما واضح امامكم. المنقله ليها مجرى بتركب فيها بالشكل ده، بكل بساطه بتحط المنقله كده خلاص بقت راكبه معاك، بتقدر تظبط الزاويه اللي انت عايزها عن طريق المسمار اللي موجود فيها. والمسطره بتقدر تركبها سواء من على الاتجاه اليمين عشان تاخد المقاس بتاعك لو بتقص من على اليمين، او من على اليسار لو انت هتقص من على اليسار. وطبعا الارقام بتاعت السنتيمتر متقسمه معاك على القطعه البلاستيك، وكمان على الصفيحه المعدنيه اللي موجوده او القطعه المعدنيه اللي موجوده للقص، عشان تقدر تحدد القص بتاعك بدقه وتكون شايف الارقام بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها في المسطره. طبعا من الخلف واضح ان انا ركبت الجلده الخاصه بالمكنسه عشان ما تخليش ولا عفره تخرج بره. ومن الجنب زي ما انتم شايفين في مكان لتركيب مفتاح الالانكي اللي كان موجود معاه في الشنطه. لو فكيت المسمار ده هتلاقي الجزء ده عباره عن خزان للتراب او النشاره اللي بتخرج منك في اثناء الشغل، يعني كمان مش هيخرج حاجه بره، او هيكون العفر اللي خارج منك او النشاره اللي خارجه منك هتكون قليله جدا. ولو ركبت مكنسه مش هتلاقي اي عفر خارج بره خالص، بمجرد ما بيتقص على طول المكنسه هتشفطه في المكان ده. وكمان بتقدر تغير الاسطوانه بتاعتك من الجزء ده، لما بتفتح الجزء ده بتشوف المسمار بتاع الاسطوانه، تقدر تمسكها او من خلال ثقب موجود فوق الاسطوانه تقدر تثبتها بيه وتفرملها عشان تقدر تفكها. وبعدها بتفك المسمار، بتفك القطعه النحاسيه دي، وتقدر تغير الاسطوانه بتاعتك سواء من هنا بتفكها او بتفكها من فوق زي ما انا هركبها معاكم دلوقتي. يعني تقدر زي ما هتركب زي ما انا بركبها دلوقتي تقدر تفكها. وطبعا بعد كده هنركب القطعه النحاسيه تاني اللي موجوده معاها، او الورد او زي ما تحب تسميها. وبعدين هتربط المسمار بتاعك تاني وتمسك الاسطوانه او تفرملها على حسب ما انت حابب، لكن الفرمله طبعا بمسمار او باي حاجه رفيعه عندك هتكون اقوى معاك في التركيب. تقفل المسمار بتاعك تاني عشان التراب بتاعك او النشاره بتاعتك كلها تكون موجوده في المكان ده. ونرجع الالانكيه بتاعنا في مكانه تاني عشان لما نحتاجه نلاقيه. اوضح ان انت لو القطعه البلاستيكيه دي مضايقاك تقدر تفكها من خلال البنز او المسمار اللي موجود فيها ده، بتزقها بحجر رفيعه زي ما انا وضحت كده بالمفك بتزقها، وبتكون بالشكل ده. القطعه الحديديه دي لما بتكون بتقص حاجه ما بتضايقكش، وده المكان اللي انا وضحته الثقب ده. تلف الاسطوانه كده بايدك بسيطه لحد ما يسقط معاك المسمار، او زي ما انا موضح هنا بالانكي يسقط معاك هنا بيعمل فرمله للاسطوانه، وبتقدر تفك المسمار زي ما انت عايز.
انا هفك لكم منشار من الداخل، عشان زي ما عودتكم ان انا الانبوكسنج عندي او الريفيو لاي منتج انا بجيبه بيكون غير، لازم تشوف المنتج من الداخل عبارة عن ايه. وانا طبعا ده طبع عندي، قبل ما بجرب الحاجة بكون فككها من الداخل عشان اشوف هي عبارة عن ايه من جوه، وهي مش ملخبطة معانا او فيها حاجة عجيبة، هي من جوه عبارة عن موتور، والعلبة بلاستيك اللي قدام الموتور دي في قلبها السير بتاعنا عشان ينقل الحركة من الموتور للاسطوانة اللي بتقطع، طبعا بيبطئها شوية عشان يعلي العزم بتاع الموتور شوية. هنقيس الارتفاع بتاع الاسطوانة بتاعتنا عشان نعرف احنا نقدر نتعامل مع قطعة خشبية سمك قد ايه، وزي ما واضح امامكم في الأدمة تقريبا 1 سم و2.5 مللي، يعني نقول 1 سم و2 مللي تقدر تتعامل معهم بالمنشار القص او طاولة القص دي. ونشغلها مع بعض وهجرب معكم على الستيك ده، زي ما شايفين سريع جدا في القص، وهجرب معاكم على عدد من الستيك كمان فوق بعض بالشكل ده، هجرب على 5 اللي هما تقريبا السمك الخاص بالخشب الكونتر ال1 سم، هنقصهم زي السكينة في الحمام ما شاء الله. أظن واضح السمك وإن هو قصهم بالظبط. هجيب القطعة الخشبية دي ونتعامل معاها شوية، طبعا هفتح المسطرة، تقدر تفتح المسطرة بتاعتك تحدد المسافة اللي انت عايز تعملها وتظبط المنقلة من خلال المسمار ده وتثبتها وتخلي الزاوية بتاعتك 90، ونبدأ نقص القطع الخشبية علشان نعمل فيها اتجاه ثابت معانا ويكون مساوي، وأحدد لي 1 سم مثلا. هنقص الخشبة، طبعا دي أول مرة في حياتي أتعامل مع منشار بالشكل ده. طبعا لما أنا قلبت المنشار وكنت بوضح ليكم المنشار من الداخل عامل ازاي، القطعة المعدنية اللي هي بتكون خلف الاسطوانة دي اتعوجت مني سنة فبتضايقني شوية في القص، لكن أنا عدلتها بعد الفيديو. فتقدر تعدلها، وانت عندك طبعا مش هتعمل اللي انا عملته ده، فالقطع المعدنيه بتاعتك هتكون ستريت والخشبه بتاعتك هتمشي بسرعه. انا ظبطت كده على زاويه 45 درجه في المنقله، وهوضح معاكم دلوقتي ان هي هتقفل على بعضها بزاويه 90 درجه بعد ما اخلص. تقدر تظبط المسافه بتاعتك اللي انت عايز تقص عليها بالشكل ده، طبعا كل ده انا بجرب وبوضح. شغلت المنشار متثبته طبعا في المنقله كده، انا طبعا التعامل بتاعي كان بطيء جدا، طبعا الناس المحترفه هيكون الوضع معاها اسرع بكتير، لان انا جايب المنشار ده استخداماتي مع البي سي بي مش استخداماتي مع الخشب، لكن برضه هستخدمه مع الخشب ومع حاجات تانية كتير لو جبت الاسطوانات بتاعته لقيتها متوفره في مصر، او ان شاء الله اطلبها من على الانترنت. زي ما واضح امامكم قطعت زاويه 45 درجه قفلت مع بعضها، جابت 90 درجه زي ما واضح امامكم، ممتاز. طبعا مكان المفتاح كويس جدا بحيث انك بتقدر تقفل وتشغل منه بسهوله. طبعا من مميزاته ان زي ما واضح امامكم ان انا اقدر اقص قطعه خشبيه بالطول بالشكل ده، اظن واضح السهوله والسرعه والدقه بتاعته كمان، وده اللي هيوضح معاك اكتر في الجزء ده. انا هقص القطعه الخشبيه دي اكتر من مره بالشكل ده، وبعد كده هقصها بايدي كده زاويه 45 درجه من غير ما استخدم المنقله، وهكمل معاها بنفس الزاويه اللي انا خدتها، وهنعمل اشكال مش عارف نسميها ايه دي، بس اشكال ظريفه كده، ونكمل لحد ما نخلص على قطعه الخشب كلها. طبعا انا شايل القطعه البلاستيكيه الخاصه بالسيفتي عشان يكون واضح معاكم في التصوير بس، لكن ما بنصحش انك لو تستعمل القص بالطريقه دي انك لازم تكون مثبتها طبعا علشان تحميك، لو انت ما اخدتش بالك ممكن ايدك تيجي على السلاح. انا جايب المنشار ده في الاساس عشان استخدمه مع البي سي دي زي ما واضح امامكم. انا قطع البي سي دي بجيبها معايا قوالب بيكون فيها 4 قطع او قطعتين من اللوحات بتاعتي، بحتاج ان اقصها وبيكون فيها فتحات عشان تحمل اللوحه من التيار العالي اللي هو 220 فولت للتيار 5 فولت لو حصل مشاكل ما بين الاثنين، فالفتحات دي بتكون صعبه ان انا اقصها باستخدام قطر او باستخدام اي حاجه، لكن المنشار ده خلاني اتعامل معاها زي السكينه في الحلاوه. وكده أكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة، وكالعادة تذكير الخير، إيه عملت طيب اليوم؟ ساعدت محتاج؟ زرت مريض؟ وصلت رحمك؟ أو حتى سامحت حد كان في بينك وبينه خصومة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.